لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، كنا قد بدأنا السابق بالحكم الشرعي الوضعي، وقد انتهينا حول ذلك من الحكم الشرعي التكليفي يعني. وقلنا أن الحكم الشرعي الوضعي يشتمل على الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصان والعزيمة. سميت هذه وضعية الحكم الشرعي الوضعي لأنها موضوعة بالخطاب الشرعي الوضعي، وذلك لأنه لابد للإيجاب الشرعي مثلا من سبب، فالزواج مثلا سبب للأجل من زوجة أجل، وكل حكم له شروط، والشرط ما لا يقوم شيء إلا به، زي مثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، لو صلى بدون طهارة يبقى كأنه ما صلى، لا يقوم شيء إلا به. وقد تعترض الموانع، وقد يوصف بالصحة لاستكمال شروطه وتخلف موانعه. ممكن الابن ما يجلس ويبقى المنع إيه؟ قتل موارثه، وقصع ذلك أيضا الموصى له، يعني واحد وصل واحد مثلا جزء من تركته وهو استعجل هذه الموصية ويأخذ جزء من التركة فقتل الموصي، فيقاس على الابن لا يلزم من أبيه لأن هناك مانع أنه هو قتل يعني أباه، ويعاقب بنقيض يعني فصله من تعجل شيئا قبل أبائه عوقب بحرمانه. وقد تعترض الموانع، وقد يوصف بالصحة استكمال شروطه وتخلف موانعه، وقد يوصف بالفساد إدخال ذلك، والحكم الشرعي ما يكون رخصة بالوضع أيضا أو عزيمة بالوضع، فالذي يفرض كان الوضع هذا كله خطاب الشارع وخطاب الله سبحانه وتعالى، لا يسمح هذه الأحكام أحكام الله. تكلمنا عن السبب والآخر، السبب والعلم، السبب يصل إلى الشيء كما قال زهير بن سلمة: من هذا أسباب المناية ينال له، ولو الله ما أسباب السماء بسلام. أما في الصلاح فهو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمر على وجود الحكم وعلامته، يلزم من وجوده الوجود، يعني المطر مثلا هو سبب لخروج النبات، ولكن قد تتخلف أسباب أخرى، إن الأرض سابقة أو إن مثلا ما فيش باب زقير في الأرض، وذلك يعني قال يلزم من وجوده، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني في خطأ في الكلام هنا، هو يلزم من وجوده الوجود، يعني السبب مثلا لو قلنا المطر سبب لخروج النبات، يعني قد تتخلف اسباب اخرى بخلاف مثلا الشرط، يعني هو لو مش موجود او لو وجد قد تحتاج لشروط اخرى، ولو لم يوجد لا تصح الاصرار. والسبب ما تكون دلالته ظاهره معقوله ككون السلف سبب لقطع اليد، وكون الزوجيه سبب للتورط فيسمى هذا السبب الا، فاما ان يكون السبب مجرد علامه دون تلازم عقلي او ارتباط بين السبب مسبب به، مثل زوال الشمس سبب الوجوب صلاة الظهر، زوال يعني انتقال الشمس من كابل السماء منتصف السماء تبدا تتحرك بحين المغرب يدخل وقت الظهر، وقت الزوال اللي هو وقت الاستواء تكره الصلاة على يوم الجمعة، كما قال تعالى في صلاة دلوك الشمس. فلا يسمى هذا السبب إلا لعدم ارتباطه فبين السبب والعلة عموم وخصوص السبب العام إلى العلم. الشرط في اللغة هو العلامة، قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا
الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرفها، أي علامتها الدل على قرب مجيئها. واصطلاح الشرط ما يلزم من عدم العلم، مفيش صلاة يبقى مفيش صلاة، الصلاة مش صحيحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم. وفي طهارة بس هو إيه؟ ممكن مش مستقبل قبلة، ممكن ما دخلش الوقت، طهارة المكان، طهارة الثوب. فالطهارة شرط صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفرض شرط آخر. والركن يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. من خلق الركوع بركن مثلا يلزم من عدم عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. والفرق بينهما أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، أما الشرط فهو خارج عن الحقيقة في الصلاة. والشرط نوعان، شرط وجوب كالحول، عنده مال وصل نصاب وحال عليه الحول فوجب وجبت الزكاة، فإنه شرط لوجوب الزكاة. والثاني شرط صحة، يبقى شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب إن هو المال وصل نصابا وحال عليه الحول، يبقى ده شرط وجوب. ولكن شرط الصحة كان في الطهارة للصلاة، قد يكون شيء واحد شرط وجوب وشرط صحة كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، إنه هو دخول الوقت شرط وجوب، تجب عليه الصلاة دخول الوقت، دخل وقت الظهر وجبت عليه صلاة الظهر، ده شرط وجوب. وشرط صحة إنه هو لا تصح في غير الإيه في غير الوقت، شرط صحة الصلاة دخول الوقت. وتنقسم الشروط بحسب المشترط إلى قسمين، شروط شرعية هي إقامة الشرع شروطا بالنص الشرعي كشروط الوضوء للصلاة والشهادة لصحة النكاح، اشترط الولي والشهود أو شاهدين يعني هذا. واختلفوا بقى في الإيه في الإشهار بين والمطر. الشروط الجعلية هي ما تعاقد عليه المسلمون في بينهم في معاملتهم، كاشتراط البائع يبقى المبيع عنده مدة، واحد باع شقة وقال له سيبني 6 شهور ما أوفر سكن، أو باع سيارة وقال له سيبها لي أسبوعين لما أشتري سيارة، كان باع منزلا واشترط البقاء له في يده شهرا حتى يتمكن من إخلائه. والدليل حديث جابر لما الناس اسمها اشترى منهم بعير هم راجعين تقريبا من غزوة تبوك، واشترط جابر حملانا يضطر يقول لحد ما يوصل المدينة، وقد وصل المدينة ضعف من الجمل، فنفسنا أعطاه الثمن وأعطاه الجمل وزاده. وهذه الشروط الجعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، شروط يجب اشتراطها وشروط مباحة التي لا تبين أصل العقود ولا تدخل الفساد إليها ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وهذا يجب الوفاء بها عمل بقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول بعض ذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى دي شروط يجوز اشتراطها لا تغير أصل أصل العقد. وشروط لا تجوز إذا اشترطت في العقد فهي باطلة، كما قال عليه السلام من شرط من ليس ما من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. واحد بعد واحد شاء أو شرط عليه ألا يشكره، يصح الشرط؟ لا يصح، ويصح البيع ويبطل الإيه الشرط، الشرط صار. والدلع ده قصة البريضة، يعني لو أردت عيشة أن تشتريها وهم يشترطون الولاء لها، والولاء ده علاقة تنشأ بين المعتق والمعتق، بحيث أن المعتق يعني قد يرد المعتق يعني إذا لم يكن له والد، علاقة معينة تنشأ في الشرط. فنفس الشرط لها يعني اشتريها وشرط لهم الولاء، يعني لو اشترطوا هذا فهذا لا يضر بالعقد، العقد صحيح. والشرط هي فاسد الصادق بنفسه، وكل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. ده بالنسبه للشروط التي لا تجوز، اما انها تخالف يعني اصل العقد، لان البيع مثلا واحد اشترى شقه يعني من حقه ان يبيعها يأجرها يسكنها، اما تشترط انه ما يبيعهاش او ما يبيعها لك انت لما يجي يبيعها او انه هو ما يأجرهاش، يعني شروط يعني باطله. وأيضا شروط تخالف كتاب الله
لأن الولاء لمن أعتق كالقسم فاليد الذي يشتري ويعتق هو بلغ الولاء، فإذا اشترط هم الولاء له فهذا الشرط باطل. المانع هو الوصف لوجود الضرر الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. وذكرنا قصة الابن لما يقتل أباه فهو مش هيعرف منه بعلم أنه، ولكن مش هيعرف منه لأن في مانع أنه هو يعني قتل أباه. وهو نوعان، مانع وجوب ومانع صح. فلو قتل رجل رجلا عدوانا وجب عليه القصاص، أي واحد يقتل واحد يجب القصاص إلا أن يرضى أهل المقتول بالدية أو يعفو. فلو قتل رجل رجلا عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أبو للمقتول امتنع القصاص. هنا مسألة زي القوة والنعمة الإيمة، أن الأب لا يقتل بالإيه؟ بالإبن. لأن حتى الأب شيخ الإبن كان في عقوبة شديد جدا يعني الإبن من عاطفة الأبوة تمنعه. وكان دايما والدي يقول لي يعني الله يرحمه كان يقول لي ربنا وصل الأبناء على أبناء، ما وصلش الآباء على أبناء. لأن الأب عنده من العاطفة ما يحسن إلى يومه. فلما الأب يقتل ابنه فلا يقتل به. فلو قتل رجل رجلا عدوانا وجب عليه القصاص، كان علمنا ان القاتل اب للمقتول امتنع من القصاص، فيقال له هو مانع من وجوب القصاص. فهذا مثال لمانع الوجوب انه لا يقتل به لانه اباه. مثل مانع الصحه، لان مانع من صحه نكاح المرء اذا وقع العقد يعني اثناء لأن واحد تزوج ولو هي في العدة، والشرع طبعا يحتاط على الميل الأنساب حتى لا تختلط المياه في الأرحام. فواحد تزوج وهي في العدة، فالزواج يكون باطلا أو ليس صحيحا لوجود مانع من الزواج وقع في خلال الميل العدة، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة يعني طلقة يعني إما صورة أو بنت منه أو طلقة بين الطلقة الطلقة الثلاثة. تنبيه الشرط ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. الصحة والفساد أو البطلان، يكون أفعال المكلفين إذا وقع مستوفية أو كلا مشروطها حكم بصحتها، وإذا لم تقع على الوجه مستوفية أركان الشروط حكم الشارع بعدم صحتها أو بطلها. ومعنى صحتها أنها تترتب عليها الآثار الشرعية، فإن كانت في العبادة برئت نية المكلف منها. فلو صلى صلاة مستوفية الأركان الشروط فتبرأ ذمته، وإذا كانت في العادات أو المعاملات كعقود البيع والإيجار والنكاح ترتب على كل عقد الأثر قرار له شرعا. ومعنى بطلانه عدم ترتب آثاره الشرعية عليها. يقول ولفظ الصحة والبطلان يطلق أيضا على الأفعال التي يترتب عليها الثواب والعقاب. قال الشيخ عبد الرحمن بن خلف: فالبيع الصحيح هو ما كان فيه إيجاب وقبول في مجلس واحد. بعض الناس بيكره أن يكون فيه كلام بين الإيجاب والقبول، يعني زي عقد الزواج مثلا يقول له زوجتك موليتي أو ابنتي يعني فلانة. الزوج مثلا أو وكيله يقول قبلت، ما يبعثش الكلام في نصب بين الإيجاب والقبول. يقول فالبيع الصحيح هو ما كان فيه إيجاب وقبول في مجلس واحد. العقد الزواج عقد شرعي كسائر كل الشرعية، فهم الإيجاب والقبول، إيجاب من ولي المرأة وقبول من الرجل أو من يوكله، أو البائع يقول بعت هذه السلعة الكلام يقول قبلت، كان يقول البائع المشتري بعتك هذه السلعة بكذا يقول المشتري أنا قبلت، وأن يكون البائع قادرا على تسليم البضاعة، لا يبيعلوش مثلا السمك في المية ولا يبيعلو مثلا العصافير على الشجر، وألا يكتم عيبا وأن يكون في تدليس. والزواج الصحيح ما كان بإيجاب وقبول وتراضي ووليه وشهدين ومرء
لم يكن هناك مانع يمنع صحة العقل كرضاع يكون يعني أخته رضاع أو تحليل أنه هو بيزوجها أو بيتزوجها حتى يحلها لغيره إلا وأنت بنية التأبيد يعني في الزواج عايز تتزوجها على التأبيد يعني مش عايز تتجوزها يبقى زواج مؤقت مثلا زي نكاح المتعة فهؤلاء يتحايلون يجيبوا واحد أحيانا يجيبوا طفل صغير يزوجون المرة حتى يحلها الأول وقد يدخلون يعني ذكرهم في فرجهم قال يعني خلاص ولا خليها ولا ينتس المستعار يعني كما قال الإمام ابن القيم كرضاع وتحليل أو تأجيل ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين الفساد والبطلان فالعبادة الفاسدة هي الباطلة في استطلاعهم وكذلك المعاملة العبد الفاسد والباطل مع المعاملة الحنفية فإنهم يفرقون بين الفساد والبطلان زي التفرقة بين الإيه؟ الفرد والواجب عندهم الفرد ما تبدل متواتر القرآن أو السنة متواترة والواجب ما كان بالحاكم يقول أما علماء الحنفية فإنهم يفرقون بين الفساد والبطلان فرقوا البطلان على العبد الذي انتفى ابنه والفاسد الذي انتفى شرطه فالبيع الباطل ما قد فقد ابنه كالعاقل مثلا وأما الفاسد ما انتفى شرطه كأن يكون هناك جهالة يعني في الثمن ما انت بالبيبان يعني بالعكس بالحاكم العزيمة والرخصة هل ينقسم الحكم إلى رخصة وعزيمة؟ فالعزيمة ما شرع من الأحكام العامة ابتداء لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في كل الأحوال ومعنى عموم الحكم ألا يختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون ولا ببعض الأحوال كالصلاة فإنها مشروعة على مقدار العموم الصلاة هي العزيمة لأنها لكل الناس وكذلك الصوم والزكاة والحج والشهر وسائر شعائر الإسلام ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشرع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من الأمر فلا يسبقها وشرع ذلك فإن سبقها وكان الثاني ناسخا فهو الحكم الابتدائي ويدخل في ذلك المستثنى من عموم وما خصص منه أحكام الشرعية جميعا تنقسم إلى قسمين العزائم والإيه والرخصة عزائم هو ما شرعه الله ابتداء للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص لحالة الماء أو طيبة الماء ويشمل هذا جميع أحكام التكليف الواجب والحرام والبيع فالبيع مثلا عزيمة هو بيع وإيجاب الصوم والصلاة والحج عزيمة والتحريم الزنا والقتل والكفر لذلك عزائم الرخصة هي ما شاء الله سبحانه وتعالى استثناء من حكم عام زي أكل الميت المضطر ولذلك قصد التسهيل والتخفيف على عباده فقصد الصلاة رخصة وإباحة الفطر في الصوم أثناء السفر رخصة وقول كلمة الكفر عند الاطلاع يعني إلا من أخي وقال له بالإيمان وأكل الميت المضطر رخصة والقعود في الصلاة العاجز عن القيام رخصة يعني اشتراط الايه القيام فان عجز يجوز ان يجلس ده بالنسبه للايه للفريضه لكن فينا ممكن واحد سليم يجلس ولكن بنص الاجر تقسيمات الرخصه تنقسم الرخصه بحسب منزلته الى ثلاث اقسام رخصه للضروره رخصه للحاجه ورخصه للترفيه والتوسعه رخصة الضرورة وذلك إباحة الميت المضطر فقد شرعت لدفع ضرورة مجيئة بين الموت جوعا وقول كلمة الكفر من أكره على ذلك من قادر على إيقاع عقوبة أنه يسجنه أو يقتله أو يجرحه جراحة شديدة فهذه رخصة للضرورة لو أحد طلب ما يأكل من الميت ولم يأكل حتى لا تكون آثما ولا غير آثم لأن الشرع جعل رخصة وهو تنطع ولم يقبل رخصة رخصة الحاجة وهي ما شرعت لدفع مشقة كالقصر والفطر المسافر تيمم للمريض ونحو ذلك رخصة للترفيه والتوسعة وهي ما شرعت توسعة وترفيها على العباد كإباحة المسعى
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.